شو بدي ساوي؟ بشو؟ حاسس انه عندي صراع داخلي. فيدي لا تبلش تحكي حكي مو مفهوم، قول شبك. جايني دور بالتلفزيون، فيه مصاري منيح بس انا محتار. وليش محتار بقى؟ لاني بحب المسرح، ومثل ما بتعرفوا عندي هاجس مسرحي. ما معقول يعني اترك مبادئي وموهبتي المسرحية واشتغل بالتيفي. ليش سمحوا لكم بالمعهد انه تمثلوا بالتلفزيون؟ التصوير بالصيف ما بيأثر على المعهد، مشان هيك انا محتار. لك كان مثل وخلصنا. لك حاج تاكل جانريك، هلا بيجعك بطنك. يا فخر افهمني، انا ما بدي استهلك حالي بالتلفزيون، بدي المسرح، لانه الموهبة الحقيقية ما بتبين غير على الخشبة. ليه شو بالتلفزيون؟ مين شو بيشكي؟ اي والله في عالم كتير موهوبين، في دوريد لحام ونهاد قلعي وعبد اللطيف فتحي ورفيق اسباعي وياسر العظمي وسامية جزائري الى اخره. ايه هدول كلهم طلعوا من المسرح، ولما مثلوا بالتلفزيون ما كان في غيرهم. اما انا اذا بدي مثل بالتلفزيون بضيع بهالعجقه، كل يوم عم يطلع ممثل جديد يا عمي. فيديل قل لك شغله وما تزعل مني، ولك انتفخ قلبي منك ومن سيره المسرح. عم تحكي وكانه المسرحيات مقتله بعضها، ولك وين كنت لما كان في مسرح بهالبلد، المسرح القومي ومسرح فيروز والرحابنه وعروض الباليه اللي كانت تجي على المعرض. فلا تقلي انه هلا في مسرح. تتذكري اختي لما حضرنا هديك المسرحيه الاجنبيه لا تيرنا، ولا لما حضرنا ميسرين؟ يا الله صلى على هديك الايام ما احلاها. والله زعل قلبي عليك يا فيديل، يعني معقول بعد كل هالدراسه بالمسرح يطلع ما في عنا مسرح؟ اذا بتريد لا تمسخ. لك شو الخلاصه فيديل؟ خذ بقى، شلون بدي اشرب قهوتي هلا؟ شو جاهزين؟ جاهزين جاهزين، يلا سمعينا. يلا. زمان قلبي استحلى من زمان، انت الاحلى كنت تكون بالعيون، واشتاقوا العينين مجنون وصرنا تنين. شو شو رايكم؟ منيح منيح، ماشي الحال. وانت فخري؟ ممتاز، معك معك بتصيري احسن. يعني بيقبلوني؟ ايه شو بيعرفني؟ كل الوطن العربي يقدم على السوبر ستار، انت حظك بقى. انا حاسسني قلبي انه رح يقبلوني، لانه ستايلي مثل ستايل شادي اسود، شبابي وناعم، مو مثل رويد عطيه طرب ومواويل. يلا انا بدي امشي. خليكي خليكي، بدي اخذ رايكم بموضوع. ليك فيديل، اذا مشان دورك تلفزيوني داخلي منك ها؟ لا لا، هو طلب وخجلان اطلبه من خالاتك صراحة. بخصوص شو؟ عندي رفيقي من ايام الدراسه بالخليج وطلع على امريكا يدرس اداره اعمال، وصار شغله كثير مهمه هنيك، وجاي بكره يزور الشام، وانا صراحه يعني حابب اعزمه على البيت وخجلان من خالاتك. لا يا فيديل، خالاتي ما بيمانعوا، انت بس اعطيهم خبر قبل بوقت مشان يقوموا بالواجب. وقديش عمر رفيقك؟ 26 سنه، بس لا تشوفيه صغير، شغله كبير كثير. ليش شو بيشتغل بامريكا؟ مدير اعمال، بس احذري مدير اعمال مين حاليا؟ مين يعني؟ ليوناردو دي كابريو. حاجتك بقى، الله وكيلك.
أشو هالسلبي هاي؟ بيكون عم يسلبها عليك. لا تصدقوا، بكرة بس تشوفوا بتصدقوا. المدير أعمال ديكابريو قال واحدة من تنتين، يا عم يسلبها عليك يا عم تسلب علينا. مو معقول خالاتي مش مكفيني، خالاتي بيموتوا عليك، كتير بيحبوك وأنا بحبهم، بس حلاوتهم دغري تحمسوا وصاروا يفكروا شو بدهم يطبخوا له. شو كان أول اقتراح؟ أكيد ملوخية. لا كبة. كبة؟ ممتاز، معناتها لازم دقلة مايا حاكم، كتير بتحبها لهالأكلة. ايه على سيرة مايا، صحيح من كل عقلة بدها تقدم على سوبر ستار؟ شايف لك هيك الهيئة. وجدة موافق؟ جدة شو بيعرفني؟ هلا ببين معنا، لأنه سمعت من خالاتها إنه الدكتور بهجت جاي بعد شوي. عن جد؟ ايه، معناتها رح نعرف. ما بعرف منين طلعت لي بهالفنة، بحياتي ما سمعتها عم بتدندن غنية. يو، وبركي هلا اكتشفت موهبتها. أعوذ بالله، حطتني اليوم وسمعتني. وانا من كل قلبي سمعت لها لحتى ما اظلمها ولحتى ما اوقف بوشها، بس كذب على حالي؟ إيه ما عندها صوت؟ ايه بس الاولاد عم يقولوا انه الصوت مو مهم، المهم الحضور والشخصيه. ماشي الحال، قال لي ما بيجي معك تعال معه. لك هي بالحكي بتنوت انواي بالحكي. مزبوط حكي. شو هالحكي سوريا خانم؟ هي هي الحقيقه، ايش بدنا نكذب على بعضنا؟ انا بلاقي مايا ظريفه وخرجه هالشغله، على الاقل مهضومه وحلوه وبدون عمليات تجميل. مو معقولة أحلام شباب الأيام وطموحاته، ما بدهم غير يمثلوا ويرقصوا ويغنوا، ما فيهن واحد بيقول بدي صير سفير، دكتور جامعة، مدير عام. جيل هالأيام يا دكتور مو مثل جيلنا، هذا الجيل ما منه فايدة، عقله طائق. أي ساعة رح توصل الطيارة؟ 8:30. أي ساعة وعدين سيارة التاكسي؟ 7:30. بالله ما بقى إلا توصل. شلون بدك يعني افرم البقدونس؟ ناعم ولا خشين؟ لا تناعميه كتير، بتروح طعمته. وصل اختي وصل. فرمتوا البندورة؟ ايه اختي كل شي جاهز، فخري الله يرضى عليك، جيب لي اياهم من عالمجلة. على عيني. تفضلي خالتي. يا الله تأخر التاكسي مليت. خلص انا بسليكم، طن سوريا شو بتقترحي علي غني بالمسابقة؟ ايه ما في بعد ام كلثوم، غني لنا لام كلثوم. ايه تكرم عينك، لحظة. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل معنى الحب ايه، اما تتكلم عليه، اما تتكلم عليه. لا لا مو خرجك ام كلثوم بنوب؟ طيب شو خرجي؟ جربي تغني لشادية، والله شادية ظريفة ونعومة. ايه بحبها انا لشادية ستايلي. مخاصمني بقاله مدة وبليلة الشوق ناداني، كلمته سمعت حسه وقفلت السكة تاني، اك منه يا ناس وحشني. لا لا بنوب لا تغني لشادية، مو ستايلك ابدا. لكان شو ستايلي؟ جربي غني للصبوحة، والله نخشى مثلك، جربي. ايه والله جبتيها، انا الصبوحة فعلا ستايلي. رقصني دخلك يا حبيبي، خليني حدك يا حبيبي، رقصني هيك رقصني هيك رقصني دخلك يا حبيبي. بلاها بلاها الصبوحة مايا بلاها، لاقي ستايل تاني. طيب شو خرجي لكان؟ ها وصل التاكسي، نحن رايحين على المطار. مايا خليك هون عم تغني. نحن ما مطول، وصلي ورجع. لا بدي اجي معكم غني لكم بالتاكسي، ستايلي نانسي انا. اخصمك اسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. يا ميت اهلين وسهلين فيه، ان شاء الله عجبك الطبخ. Yeah, it's very good. كثير حبيته. ان شاء الله صحه وهنا. Thanks. عرفنا اسمك بس ما قلت لنا من بيت مين انت. عيني نظمي، كريم نظمي، NAZMY. اي والله والنعم، عائلة كتير مرتبة. كريم شو بتشتغل بأمريكا؟ انا درست مانجمنت بأمريكا وتعبت على حالي كتير، وانا بطبعي open mind. بعدين تعرفت على ليوناردو دي كابريو الممثل. You know it طبعا. ايه طبعا. تعرفت عليه بالصدفة بنايت كلاب، كان هو كتير ديبرست يعني مكتئب،
ومن حديث لحديث عرف اني دارس مانجمنت وطلب مني اني اكون مدير اعماله، وانا وافقت وانا هلا مدير اعماله لليوناردو دي كابريو. عم تمزح؟ اوف كورس نوت. شو يعني مدير اعماله؟ تو ماني ثينكس. يعني مدير حياته تقريبا. انا بجيب له اهم الادوار باهم الافلام، وانا بحدد له امتى يظهر للناس وامتى يختفي وشو الاماكن اللي لازم يتواجد فيها، بالاضافه كيف ممكن يحافظ ويزيد السوكسي تبعه. كل هدول اند ماتش مور. اصلا ليوناردو دي كابريو لولا الاوبن مايند اللي عندي كان لهلا لساته عم يعاني من علاقته بديبي مور، وما كان صار ستار ايفر. ليش عمل علاقه مع ديبي مور؟ اوف كورس عمل، ومر بمشاكل كتيرة مشان هيك اضطريت غيبه عن الناس فتره لحتى ينسوا، وبعدين صرت خليه يظهر باماكن كتير بابليك ويحكي مع العالم، وهذا الشيء زاد له من شعبيته لانه الستارز بهوليوود ما كتير بيحتكوا بالعالم. اكسكيوز مي منك، قلت لهم انك مدير اعمال ليوناردو بس ما صدقوني، فظيعين. لكان اف اي تولد يو اسم الشخص اللي عارض علي هلا كون مدير اعماله، شو بتقولوا؟ مين؟ جوليا روبرت. اوه سمعانين؟ والله ظريف هالكريم وفهمان. ايه والله، وعيلته مرتبة، بيت نظمي، اكابر كتير. شفتوا كيف طلع مدير اعمال ليوناردو؟ لك مين هاد؟ ما كنت تتذكروا لهالممثل؟ هذا اللي مثل بالتايتانيك، حليوة اشقراني عيونه ملونة. ايه عرفته. ايه هلا تذكرته، تبع الباخرة. هذا اللي كان اخذ دور روميو، فيلم روميو جولييت، تذكرتي هلا؟ ولك حاجة بقى تاكل جانريك. كش مدني. تذكرتي دونت كيران؟ أنا آخر اسم كنت حافظته هو أنتوني كوين، ومن بعده ما عاد حبيت أحفظ اسم حدا. هاي هي عجقة الممثلين اللي حكيت لكم عنها. لك حاجة بقى صلعتنا، هاي كلها حجج، يلي بده يصير مشهور بيصير. يا أخي أنت مين عم يحكي معك؟ ها؟ بتعرفوا يا جماعة، بكرة أول ما بيجي كريم بدي استشيره بقصة التمثيل بالتلفزيون، لأنه رأيه كتير بيهمني. أوف كورس لازم تشتغل بالتيفي، وإلا كيف بدها تعرفك العالم؟ بعدين هذا كلياته إكسبيرينس إلك، وبينحط بالسي في تبعك. خليك اوبن مايند. هيك رايك يعني؟ اوف كورس هيك رايي. بصراحه نحن كلياتنا قلنا له يشتغل، يعني مو معقول يضل عم يستنى المسرح. القصه مو انه لازم يترك المسرح، القصه انه لازم يشتغل، يستفيد من افري تشانس بتجي لعنده مشان يعبي السي في تبعه. وشو هذا السي في؟ هو عباره عن استماره بيكتب فيها الواحد كل شيء عامله بحياته وبيفهم فيه. السي في يا فيديل هو اللي بيقدمك بهالايام، ويا بيخليك اب يا بيخليك داون. العمى لا هلا ما عندي ولا سطر بالسي في تبعي. يي يبعت لي حمى عليك، ليش تقبرني؟ شو ليش؟ شهادة المعهد لهلا ما اخذتها، بكره بس اتخرج بكتب اني تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية على القليلة يعني. ليش مالك عامل دورات انجلش؟ اوف كورس. هي تعبى سطر بالسي في، وما كنت تعزف على الجيتار؟ امبلا بتقطق. وهي بتنكتب بالسي في كمان. يو اندرستاند مي؟ يعني بتصير تشتغل على حالك اكثر بحيث يصير السي في تبعك مهم ومحرز. يا الله يا فيدو نيالك، انا السي في تبعي فاضي تعدمه. يلا معلش، بكره بس لتنجحي بالسوبر ستار بتعبيه. ما اغلظك. وانت كريم شو كاتب بالسي في تبعك؟ تفضل. هاي السي في تبعك. يا الله منكم هون، يعني ليش ما علمتوني شي صنع من الصغر؟ والله الحق علينا اللي كنا مدللينك. طيب ليش ما علمتوني شي هواية؟ رسم، عزف، رقص، لك أي شي فيني أكتبه بالسي في؟ اكتب لهم إنه أمك من بيت الأغباشي بكفي، أو اكتب لهم إنه جدك الدكتور فخري الأغباشي. شو هالحكي سوريا خانم؟ والله بتضحكوا علي إذا كتبت لهم هيك شي، هذا سي في، سي في بدي أبعته لبرا أكتب لهم أغباشي. لك حاجة، حاجة تنوح وتندم، شوي شوي بتعبى السي في تبعك. اجوا. اهلين. Good evening everybody. مساء الخير جميعا يعني. مساء النور. ان شاء الله توفقتوا بالسوق. تفضل اخي كريم تفضل. شوفوا شو جبت له لليوناردو. يه شالوخ. Amazing yeah. مدهش يعني. ما هيك؟ يه. بده يطير عقله فيه. هلا هذا بده يطير له عقله.
كنت جيب له أتقل من هيك، شرشف أغباني، مراية صداف، مو شالوخ. ليوناردو بحب هاي القصص كتير، ستايلو هذا المان أوبن مايند. بعدين برمنا كل سوق الحميدي وتكي سليماني وباب توما والبحصة والشعلان لحتى لقينا هالشاروخ المعاجبكم. كريم الحقيقة أنا عندي مشكلة، مشكلة كبيرة. يعني بصراحة أنا ما عندي هوايات، لا بعرف أرسم، لا بعرف أعزف، لا بعرف أرقص، لا بعرف ما بعرف شيء. يعني حس حالي حدا فاضي. Hey man, don't say that. أنت مالك هيك؟ بل هيك، يعني أنا عم بدرس بكلية الطب وهذا كل شيء بعرفه، غير هيك ما بعرف وبدي عمر لأتخرج. طيب ما عندك انترنت؟ ما عندي كمبيوتر لحتى يكون عندي انترنت. نو 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 ما بصير. اصلا الانترنت هو اللي بيفتح لك مجال تراسل الجامعات وتعمل استاجات، وانا برايي اهم خطوه ممكن تعملها هلا هي الاستاجات، خصوصي انه الدنيا جايه على عطله صيفيه. الله وكيلك يا اخ كريم، مل قلبنا وعضل لساننا ونحن نقول لهم جيبوا لنا كمبيوتر بس شو عبس. هذا اللي كان ناقصنا، لهوه جديده تلهيكم عن دراستكم. نيفر شوري يا خانم، الكمبيوتر ما له لهوه جديده ابدا، بالعكس ممكن حتى انت تستفيدي منه وتتعلمي. نحن راحت علينا. خليكم اوبن مايند، شو راحت عليكم؟ حتى انتو لازم تعبوا السي في تبعكم. نحن؟ ياه، معقولة ما عندكم اهتمام بشي شغلة؟ ايه والله يا أستاذ كريم، أنا كان عندي اهتمام كبير بالتجميل، بس قمعوني. آها، بكرة بس تجيبوا الكمبيوتر، فيكي تراسلي معاهد التجميل، وفيكي تعمل استاجات تجميل. واو، جبتها، معناتها أنا كمان بعبي السي في تبعي. وأنا كمان، بفهم بالطبخ والفرنسي. جريت، وبس تجيبوا الكمبيوتر، تسحبي مقالات من الإنترنت فرنساوية صغيرة وسهلة، بالترجمية وبتنشريها. يا سلام، دخيل عينك يا كريم، وينك من زمان؟ And you سوريا خانم، كيف بتحبي تعبي السي في تبعك؟ أنا كل شيء قالوا مو من اختصاصي ولا حتى بيهمني. شو بيهمك لك؟ أنا كل اللي بيهمني الإتيكيت والأصول، يعني بدك تقول إني خبيرة أنا بالعادات والتقاليد، وبعرف كل عيال الشام المرتبة والأكابر. Very good. You know فيكي تعملي كتاب بهالخصوص وبيطلع كتير أوريجينال وفكرة جديدة. عجبتني كتير هالفكرة ومن بكرة رح أبدأ فيه. يا سوريا خانو، الكمبيوتر شغلة عظيمة فظيعة مفيدة. شو بدي أقلك لأقلك، ما سمعتي كريم شو قال؟ يلي ما عنده كمبيوتر لا شو حياته. الله يخليكي سوريا خانم، جيبي لنا كمبيوتر، والله بوعدك ادرس صبح ومساء وما التهبنوا. على القليل فينا نطبع سيفياتنا، يعني ما معقول نعمل سيفي بخط الايد. ومفتحوا الباب انت وياه، وحاجه تنقوا على راسي. اخر كلام، ما في امل؟ ولك افتحوا الباب. يا الله خالتي. لوي تفشش بالاكل. أهلا، الله يعافيك. والله بدي السيد فيديل ديناري والسيد فخري الأغباشي موجودين؟ لا خير فيديل، شو في مين الأخ؟ معناته حضرتك فخري الأغباشي. اي نعم. معناها وقع لي على الوصل ستري. وصل شو؟ وصل استلام كمبيوتر وطابعة وسكنر. كمبيوتر؟ وينهم؟ مين وصلك عليهم؟ فوت الغرض يا شباب. يسلموا. هاي سكرين اخي. عمل من عمل. هاي سكرين. هاي المادر بورد. ايوه. هاي الطابعة. ايوه. خلصي. يسلموا اليدين. شكرا. شكرا. وين وقع لك؟ وقع لي هون. هيا انا. تفضل. تكرم عينك. هون. ايوه. يسلموا. احسابكم بعد الحسم اللي احنا عملنا لكم اياه 50,000 ورقه. 50,000؟ بس نحن ما معنا، يعني قصدي نحن ما وصلنا على الكمبيوتر. مو حضرتك فخري الاغباشي وحضرتك فيدل ديناري؟ مبلا. اصبح يا بتعطوني 50,000 ورقه هلا يا اما باخذ الاغراض اللي جبتها. بقى شو قلتوا؟ انا رايي انه تخليهم يسلموا هالايدين وهي ال 50,000 ليره. الله يعوض عليكي. وعليك السلام. مبروك يا شباب. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. ولك كم فخر فيديل عندي أنا. الله، عن جد مفاجأة حلوة. شكرا سوريا خالص. بسطتوا. الله يسلم دياتك إن شاء الله. حمال فيديل. الله يخليك. يلا.
شكرا كثير. شو ممتاز. قلوب 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 قلوب. اخ اخ لو جاي هالكريم من زمان. فضيح الكريم شو ذكي، بنص ساعة اقنع خالاتك يجيبوا كمبيوتر ويشتركوا بالانترنت. لك الله يخلي لنا اياه. بس بتعرف فيديل؟ لك مو حسنان قوم من قدام الكمبيوتر. ايه قوم قوم صار دوري يلا. بلي شو؟ ان شاء الله كنت مفكرني عم بتسلى. كنت عم دور لصباح خانم على استعجال تجميل، وللماما على مقالات فرنسي ترجمة، ولإلي هلا لفضيل بدي دور على استاجات طبية. اشيل هالاستاجات من ايدك، في عندي موقع بيطير العقل. موقع شو؟ هلا بورجيك. والله حلو كثير. يعني عجبتك ترجمتي؟ اي والله ظريفة كثير. ايه كلها ترجمة، شو انت عم تألفي تقليل؟ ليش مفكر الترجمة قليلة ثريا خانم؟ ما في أصعب منها. ايش بدي اقول انا اللي عم الف كتاب؟ بالله وشو الكتاب اللي عم تالفيه؟ عم الف كتاب عن عادات وتقاليد اهل الشام الاكابر. والله شيء حلو. دكتور بهجان بدي اسالك سؤال، والدتك شو كانت تطبخ اول يوم العيد؟ شاكريه ولا لبنيه؟ حاكم بتعرف اهل الشام اول يوم العيد بيطبخوا شيء ابيض، يعني مره لبنيه مره شاكريه. معناتها رح اكتب بالكتاب اللبنيه والشاكريه. صباح خانم وينها؟ اليوم ما شفتها. ملتهية مع الست جاكلين بالصالون عم تعمل عليها تجارب تجميل. كانت العائلة الشامية تسكن في دار واحدة ومؤلفة من أرض ديار وغرف كثيرة يجتمع فيها الأجداد تسود بينهم المحبة والألفة والاحترام. يجتمعون جميعا على مائدة طعام واحدة، ويتعاون النساء والصبايا على أعمال هذا البيت من الطبخ والغسيل والتنظيف، ويتقاسمن المهمات فيما بينهم. وتقوم سيدة البيت باستقبال الصديقات والقريبات في يوم محدد من الشهر. تستقبل النساء ويكون هذا الاستقبال بمثابة حفلة. هناك من يعزف على العود وهناك من يرقص، ويقدمون فيه الحلويات الشامية كالكشكة والمحلاية والحلويات العربية. بروفة حقيقية لبرنامج سوبر ستار، لذلك بدك تعتبرينا اللجنة الفاحصة وتتعاملي معنا على هالأساس، تتحملي كل أسئلتنا وتعليقاتنا، منيح؟ ماشي أنا جاهزة، أنا المتسابقة مايا. ممتاز. أتفضل اسألي يا تقبرني. أشكرك. الأخت مايا، الحين نبي نسمع أغنية. أغنية محضرتيها، حافظتيها أي شيء، لنقدر نقيم صوتك وإحساسك العالي وأدائك. تفضلي. بدي أقدم غنية أجنبية بعنوان I Will Survive.
تفضلي يا تقبريني، ترى اغلي بصوتك بس اختصري. ها الله يرضى عليك. لا تتوترين، خذي وقتك. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon a face. I should have changed my stupid look, I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me. ليكي يا تقبريني، هلا بالنسبة للصوت ماشي الحال، مقبول، بس بالنسبة للإحساس ريتني أوبري. بلغ لحظة فيديل. مايا هلا أنا مو فيديل، نحن هلا لجني وبديك تسمعي شو عم نحكي معك مشان بكره ما تبادلي. ها مش هيك؟ هيك زين. اختي مايا اتمنى لو تسمعينا شيء بالعربي، يعني نبي نسمع صوتك وخامة صوتك بالعربي. اخذي راحتك تفضلي. منك قليلة. اخصمك اسيبك لا لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهواه. أخت مايا آسفين، صوتك ما ينفع للغناء، الله وياك. بس حابب أضيف شغلة قبل ما تمشي، هيدا مش صوت، هيدا كارثة، ديزاستر يا تقبريني. رح تقوسينا بصوتك يا لك الحق علي. أنا يلي مثل الجدبة جيت وساويت حالي مضحكة قدامكم، فكركم بدكم تساعدوني قبل الفحص، طلعتوا جايبيني تمسخروا علي وتتغالظوا علي. يلا باي. يا سلام يا سلام عليكي يا صباح خانم، هذا بشد البشرة ما هيك؟ لكان عم قلك هي الوصفة جايبتها من كتاب لآليا فخري على الانترنت، اسمه باي باي لعمليات التجميل. بقى شو رأيك؟ من تمك لباب السما، بس أكيد بيروح التجاعيد ما هيك؟ لك طبعا يا ست جاكلين طبعا. لكان ليش صورتك أنا قبل شوي؟ عليكي يا صباح خانم، فكرتك حاببتيني. لك طبعا حاببتك، بس انا صورتك مش عم بعد ما يروحوا التجاعيد حط صورتك بالسي في تبعي قبل وبعد. يا دخيل الله، هن يروحوا التجاعيد بالاول وانا من ايدك هي لايدك هي. بلا تعلمي صباح خانم، كتري لي حوالين عيوني لانه التجاعيد كترانه. ايه مو تكرم عينك. جاهزه؟ عنجد ناقصتيني. ايه بالغلاظة. ليش هيك شكلي؟ والله مو حلو. ايه حلو بس غريب. هيك بدي اقدم على السوبر ستار كريم نقالي اياهم. والله مزوق هالكريم. ها شو فاتح الانترنت؟ ايه عم دور على معلومات مشان الشخصية اللي بدي مثلها. وشو هي هاي الشخصية؟ شخصية واحد اسمه ابو مسلم الخراساني. سمعاني فيه. ايه بس ليش عم تطلع معلومات عنه؟ لاني بدي مثلها من قلبي. لكان فيدو الله يوفقك بطريقك، طلع لي كلمات غنية I will survive. اللي بدك تغنيها؟ ايه بدي غنيها. كريم نصحني غني بالاجنبي، قال ستايلي بيلبق له الاجنبي اكثر وبيناسب طبقات صوتي اكثر، وهيك اذا انشهرت ونجحت بالسوبر ستار بصير انترناشونال. اسمع اسمع اسمع. يلا. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you've done me wrong. I grew strong, I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here. مظبطة؟ اه شو هادي يا عمي؟ ايه ظابطة ظابطة. لك تضرب مأغلظك، مو الحق عليك، الحق على اللي إجا غنالك واستشارك وأخذ رأيك. فعلاً إنك كركدن. شو رأيك بهالبوزة؟ Delicious. من جايبينا؟ من عند بكداش طبعاً، وهي من عادات الشام القديمة ورح أكتبها بكتابي. برافو سوريا خالد، لازم تكتبيها. صحيح كريم، أنا ترجمت 3 مقالات، وين لازم أنشرهم مشان نزلهم بالسي في تبعي؟ لحظة لأفتح الباب. وأنا كريم عملت تجارب تجميل كتير كتير مهمة، أخذت وصفاتها من على الإنترنت. هيك يا صباح خانم، هيك بتعملي فيي؟ هيك بيقولوا بكتاب الإنترنت؟ يو 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 يو
بوشك، مع انه كل اللي حطيت له اياه النحسه. من كريماتك اللي بتروح التجاعيد راحت جلدت وشي كلها، عشوي بيروح مخاري. تفضلي ست جاكلين عدي خلينا نفهم عم شو القصه. شو؟ راح اموت يا كريم، راح اموت. قال شو؟ بعد ما وقعت العقد سحبوني الدور، ما بعرف اركب خيل، طيب بتعلم، بتعلم، شو كيميا؟ هي مان دون وري، بكره بتتعلم تركب خيل وبتحط هذا الشيء بالسي في تبعك. يا علينا، شو قصة جرسنا اليوم؟ بتعرفي؟ كثير غريب يا ست جاكلين اللي صاير معك، لأنه كل الوصفات اللي جربتها على وشك مجربة وموثوقة. حاجتك بقى، اي والله والله شمتي فيي نص نسوان البلا. شو بس حبيبتي؟ ما قبلوني، قال بده حدا يغني عربي. يا حوالة التدريب والتعب رح انجلط. يا لا رح انجلط هون، فوتي مو محرزة القصة، فوتي. الله شباب مدري شو صار بالكمبيوتر، سكت فجأة، لا من تمه ولا من كمه. عم تمزح، خربته.